صباح الخير على حضرتك. صباح النور، ازي حضرتك؟ يا اهلا بيكي. بصي هتكلم معاكي عن حاجات كتيره قوي، لكن لكن في البدايه كده يعني ردود الافعال عامله ازاي؟ انت اتبسطتي لما الرئيس طلع عندكم؟ طبعا. القعده كانت ماشيه ازاي؟ الرئيس هو بيتكلم معاك وتكلم معاكم في ايه؟ الحمد لله كويسين والله. طبعا الحمد لله، كان الواحد سعيد خالص ومبسوط الحمد لله. طيب يا ست سناء، يعني اتفضلي. الحمد لله والله، وحتى الاولاد كلهم كانوا فرحانين خالص بالموضوع دوت، وجابر خاطر له اقول له اتفضل. الحمد لله اتفضل وطلع معانا. طب قولي لنا يا ست سناء بقى، كنت متوقعه ان سيادته هيطلع لكم؟ يعني استاذ عادل قال لنا ان هو نادى على سياده الرئيس من البلكونه واتفضل عندنا يا ريس وطلع. فكنت متوقعه ده يحصل؟ لا والله، بس حطيته جابر خاطرنا وطلع عشان حبه الاولاد الصغيرين. قولي له يا استاذ عادل احنا مش مجهزين نفسنا. نعم. قولي للاستاذ عادل احنا مش مجهزين نفسنا، مش مستعدين. لا طبعا، ده احنا بص لو حضرتك ايه، وبعدين ده مش اي حد سياده الرئيس يعني، ده طيب. اي حد، ده شرفنا والله، مش اي حد يعني. طيب تمام. بالنسبه طبعا استاذ عادل اتكلم عن استفاده القريه بشكل عام، الاولاد استفادوا ازاي، السيده كمان في هذه القريه في سدس الامراء استفادت ازاي، المراه استفادت ازاي عندكم في القريه من المشروعات اللي تمت؟ طبعا حياه كريمه دي عملت للناس كل حاجه فعلا، من اول الحاجه الماديه المعنويه، كل حاجه والله موفرين، حتى الاطفال مش ناسيين اطفال تعبينها برضه معاهم، عاملين لهم كل حاجه كويسه والله.